حتابعوا فيلم تعليمي عن كيفية أداء المساج للرقبة وللرأس لتخفيف آلام وجع الرأس ووجع الرقبة والدوخة والدوار. هذا الفيديو جزء من دورة تعليمية للطرق العلاجية عن طريق عمل المساج على اليوتيوب. هاي الدورة مجانية، حتطرح كمان أسبوعين. إذا بدكم تضمنوا موقعكم في هذه الدورة المجانية لازم تعملوا شير للفيديو، ولازم تسجلوا في القناة وتحجزوا مقعدكم في هذه الدورة اللي حتعلمكم تقنيات المساج على شكل فيديوهات. حتتابعوها وإن شاء الله حتستفيدوا، بس بدنا دعمكم في نشر هذه الصفحة على اليوتيوب اللي نقدر نوصلها لأكبر عدد ممكن من المحتاجين ونولكم خير بسبب هالصدقة هذه. شكرا. الأذن بتكون فوق الأذن بالمنطقة هذه، احنا ممكن نشعر فيها إذا حسينا مناطق بتكون مؤلمة شوية، يعني مش زي المناطق اللي بعدها وفيها نتوءات بسيطة. هاي المنطقة الكناها هون، فبنصير 5 ثواني، 1 2 3 4 5 ونرخي. هاي ممكن نكررها 10 مرات، 15 مرة العملية. كل ما كررتوا أكثر، كل ما كانوا ما كان أفضل، كل ما حفزتوا الهرمونات السعادة والانبساط والراحة اللي هي ضد هرمونات الستريس اللي بيجيب لنا وجع الرأس. النقاط المهمة اللي بدي احكي لكم اياها في منطقة الرأس، في نقطة اساسية موجودة بنلاقيها من ندور المنطقة هاي المنطقة بتحسوا في نتوءات ومؤلمة شوي، فبتضغطوا وبتعملوا 5 ثواني، 1 2 3 وبترخوا 5 ثواني بحركات هذه ورخ، يعني هاي حركات بسيطة. بنضلنا طالعين على نفس الخط لفوق بالطريقة هاي، وبنشوف في عندي هون هيك منطقة نفس الشيء. 5 ثواني بعدين يعني بنطلع في المناطق اللي فوق هذه هيك، بنضلنا نضغط لحد الجنب. هلا بعد ما نخلص هيك بنيجي للحركات الضغط على الجمجمة اللي هي بدنا نضغط بشكل طولي في المناطق هاي ولا تحت. بس عملية ضغط وسحب على المفاصل. وهلا بنحكي لكم عن نقاط معينة في الرأس، بس خلينا ننتهي من المسار. نفس الشيء هلا على الجنب بتعملوا الحركات هذه. الجنب اليمين والجنب الشمال، بنبلش من النص من هاي المنطقة والجنب اليمين والجنب الشمال، وبعدين بنصير نعمل حركات هذه. يعني هاي فعاليتها قوية جدا، الحركات والمواد هذه لإزالة الشحنات السالبة. شو يعني شحنات سالبة؟ في مواد طبيعية، يعني الثوم مثلا، والمواد هذه الثوم خصوصا والكبريت اللي موجود بكثرة في الثوم في له خواص سحنات سالبة. يعني السحنات السالبة بتجذب السحنات الموجبة، وبصير في عنا تفريغ للكهرباء مع الحركات هذه اللي بنسويها. هذا بتم عملية إزالة الكهرباء الزائدة بشكل كبير، وهذا بيؤدي لتخفيف ألم الرأس بشكل كويس، لأنه هاي منطقة كلها حساسة، جلدة الرأس منطقة نهايات عصبية دقيقة. فعملية السجود مثلا هي عملية جيدة جدا في عملية إزالة الشحنات هذه. إذا بنحط رأسنا على الأرض وجبهتنا بوضعية السجود، لما نكون الجاذبية ساحبة كل التركيز الدورة الدموية والشعريات الهواء الدموية هون، فبتم التفريغ بشكل كبير. ماشي الحال، هيك بنكون خلصنا مساج الرأس، يعني المناطق الجمجمة. هلا بدنا نعمل مساج الرقبة من ورا، اللي نعمل الحركات هذه لمنطقة الرقبة من ورا بالشكل اللي بفرجيكم اياه، ما عليكم الا الطبق فقط.
يعني انا بحاول اضغط هلا، بدي اجهز الموضوع للحركات هذه اللي الاخذه عين المنطقه هذه، بس بدي الين العضلات ابتداء من الجمجمه. بتحسوا انتوا في المناطق هذه بتحسوا العظام بتنزلوا شوي شوي، هون حسيت في جوع. في هاي الحاله انا حاسس انه الجوع هاي مؤلم شوي، لانه هاي هي الاخذه عين وهاي هي المناطق الحساسه وهاي مخارج الاعصاب الوجه ال 12 بيدخلوا من المنطقه هاي.